خير يا باشا. الست مشيها قالت لي انها فتحتك بموضوع الجواز، قالت لي انك موافق. انا مش فاهم حاجه. جواز مين من مين؟ انا مش فاهم. جوازي من الست غالي. قلت ايه يا ست غالي؟ انا ما اقدرش اكسر كلمه للست مشيها، بس انا عايز اقول لك حاجه. اتفضل. انا مهري غالي. حقك. عايز مهرك يكون كام؟ مهري مش فلوس. امال؟ مهري راس مهران الشيم. ماليا، انت فاهمه اللي انت بتقوليه وعايل الكلام؟ انا عارفه انه صعب، وصعب قوي، بس مش قادره انسى اللي عمله فيا مهران، وهي الفرصه جاتني عشان اكسره زي ما كسرني وذلني. شوفي يا غاليه، انت طالبه راس مهران الشيمي، مهران مش هيقع بالسهولة اللي انت فاكراها. بس انا عارفه اني بطلبها من راجل قدها، وعلى قلت الست مشيئه المعلم صقر يسد في اصعب من كده. غاليه انت، انا اللي عندي قلته يا عبد الله، الكلام الكتير ما منوش فايده. انت مهرك غالي يا غالي، والغالي يرخص لك. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا موافقه. وانا موافق. ايه يا غالية؟ ايه؟ لو مش عايز الجوازة دي قولي لي وانا اخلعك منها. اعمل اي حاجة، واذا كان على مهران اجيبه لك لحد عندك. ترد عليا يا غالية، قولي اي حاجة، ريحة قلبي. وبعدين الست ماشيه دي تطلب اللي هي عايزاه، بس احنا احرار. هو مش معقوله تتجوزي راجل انت مش عايزاه عشان ترضي الست مشيئة. شوف يا عبد الله، انا بعد اللي حصل لي وانا متاكده ان ربنا هو اللي بيرسم لي سكتي، ورايد اني اوصل لطريق ومكان معين لحكمه عنده. عشان كده لازم امشي السكه دي لاخرها. وبعدين صقر راجل طيب وكويس قوي، ده كفايه اللي عمله معانا. اللي انت عايزاه يا بنت ابويا، اللي انت عايزاه. انا حبيت بس اقولك الكلمتين دول عشان اقولك ان انا في ظهرك، وكمان يعني انت مش حاسه ان انت لوحدك. انا دايما عارفه انك في ظهري. ربنا يجعلنا ظهر وسند دايما لبعض يا اخوي. ايه ده؟ ارفع ايدك انت، هو